ICTJ held 4 workshops across Tunisia to meet with women's groups and victims' associations to talk about the upcoming establishment of the Truth and Dignity Commission and how the work that these groups are doing could feed into the commission and the roles they could play in supporting the commission's efforts but also monitoring its activities. فما جمعيات مباشرة بعد الثورة تنقلت للجهات وتقابلت مع الضحايا النساء وسجلت إفاداتهم وشهاداتهم بصورة عامة ووثقت هذا بصورة كبيرة وأصدروا حتى تقرير على رؤيتهم للنساء والعدالة الانتقالية ماذا حدث كيف يمكن التعامل مع ما حدث في إطار مسار عدالة انتقالية وكيف يمكن لهذا المسار أن يحترم حقوق النساء الصعوبات اللي تواجه المنظمات اللي تتعامل مع ضحايا النساء بالنسبة للتوثيق هي خاصة إنه الشعب التونسي ثم موروث ثقافي خاصة في بعض الجهات مثل الأرياف ما يقبلوش إن المرأة باش تدلي بشهادتها ولا تنجم تعرض للانتهاك سواء اقتصادي ولا اجتماعي ولا حتى الاغتصاب لأنه تبدأ العيلة متحفظة وعيلة عندهم العيب بالنسبة للتحديات والمصاعب كانت صعوبة الوصول للنساء أولا وثانيا أنه ما كانش عندهم ثقة كبيرة في الجمعيات بحكم الموروث السابق أنهم الصورة السيئة اللي اكتسبوها من الجمعيات اللي كانت تخدم نظام معين صعوبات أخرى على مستوى الوصول للضحايا بحكم أن احنا قلنا في المقر وبالرغم أنه تنقل الضحايا كان ممول يعني كانوا ياخذوا تعويض ولكن ثم ضحايا في الأعماق في الداخل ما نجمناش نوصلوا لهم وما نجموش يجون حتى النساء لما نمشي لها تتحدث أكثر على أخوها أو على ابنها أو على زوجها اللي وقع اغتياله لكن ما تتحدث عن أوضاعها هي ولا الانتهاكات اللي هي تعرضت لهم فكان ضروري أن نجدد اللقاءات حتى تتمكن النساء من الحديث عن الانتهاكات اللي هي تعرضت له تحدثنا النساء في الهاتف عن اغتصابات لكن لما نتنقل ما تحكي عن الاغتصاب وحتى لما البنت أو المرأة حبت أن تتكلم هناك القبيلة العائلة أو حتى وجهة المدينة اللي يتصلوا بها ويطلبوها عن عدم التحدث عن الاغتصاب أنا يلزم لجنة الحقيقة تستمع إليهن وتجعل منهم هما بقى أدوات للاتصال بغيرهن باش ينجموا يعرفوا الحقيقة بالضبط لجنة الحقيقة ما يلزمهاش تبدأ من صفر يلزمها تبدأ من المعطيات اللي تملكها الجمعيات المختصة يعني الجمعيات هذوما عندهم خبرة وعندهم ملفات الملفات هذه تنجم تشكل بداية ومن بعد العمل الهيئة تنجم تستفيد منه وتبني عليه على قد ما تكون اللجنة قريبة من مكونات المجتمع المدني على قد ما تكون زادة شفافة في العمل متاحة يكون فما تبادل للمعلومات يكون فما تبادل للتقارير متاع الرصد اللي احنا نرصدوهم ولا اللي هما يرصدوه
عمل الجمعيات النسائية يمكن تفيد هيئة الحقيقة والكرامة في النوع الاجتماعي، في النوع خصوصية واقع المرأة، خصوصية المرأة متفهمها كالمرأة، لأن فما حاجات عاشتها الضحية، حاجات مخجلة، حاجات يعني مست بعرضها بكرامتها بشرفها، ما تنجمش تحكيها في سينما الراجل. مناخ ثقة يلزم يكون متوفر سواء من طرف الهيئة في الجمعيات أو من طرف الجمعيات في الهيئة. نحب يكون عنا دور مهم في 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 لي سيركل ديكوت، هذوما في حصص الاستماع، ثم في ربط العلاقه مع الهيئه. الاختصاص والكفاءه مسيرين جلسات الانصات، انهم على الاقل يكونوا من المختصين في علم النفس او علم الاجتماع، وهذوما احنا اللي شفناهم في الجمعيه نجحوا في اداره جلسه الاستماع، في تجميع المعلومات وفي التوثيق، باش تكون مساله الكم مطروحه ومساله الكيف. الولوج للناس في الصعوبات اللي وصلت لنا اللي ما نجمناش نوصلوا للناس الضر وهم بعاد. وثانيا خصوصية المرأة، يعني أو ما يسمى بالتمييز الإيجابي. بالنسبة للتعويض لازم المسألة تحظى بالكونتيفيكاسيون، لا هذا يقول لك شبيني خذيت أكثر ولا هذا يقول لك شبيني خذيت أقل، ثم معايير معتمدة. على هيئة الكرامة أن تتعاون مع المجتمع المدني ومع هذه المنظمات قصد خلق كل ما يسد به ثغرة الإفلات من العقاب. لجنة الحقيقة وحدها في تونس ما تنجمش تخدم وحدها إلا بمساعدة هذه المنظمات، خاصة المنظمات اللي لاهية بكل مشاغل المرأة سواء في كل أنواع الانتهاكات. هذا أيضا زاد توصية زاد من المنظمات العالمية الكبيرة اللي عندها خبرة في برشا دول كانت ثورات وتمت عدالة انتقالية. من المهم جدا أنه يكون فما مشاورات من الهيئة مع هذه المجموعات النسائية اللي ممكن نتعاونها برشا في أنها تسلط الضوء على النقاط الإيجابية في برنامج عمل الهيئة، وما هي النقاط السلبية التي تعرضت لها المجموعات النسائية في عملها، ويمكن للهيئة أن تستفيد من تلك التجربة بأن لا تعيدها أو تكررها مرة أخرى. All of the women's groups, for the most part, expressed a very strong desire to work with the Truth Commission process and to work with victims. And there were several common themes that came up in the discussion over the last 4 days. But of critical concern to many of the participants was the safety of women victims who come forward to give statements to the Truth Commission, both in terms of confidentiality of the information given, also creating a safe space for them where women will feel comfortable talking about their experiences. One of the things that I thought was surprising and really encouraging is that they mentioned the issue of gender budgeting and the need for the Truth Commission to set aside a specific budget for it to hold activities. At the end of each of the 4 days, the groups came up with concrete recommendations, both for civil society and for the Truth Commission itself, that ICTJ will be sharing back with all of the participants and passing along to the members of the Truth Commission once it's established.